اليوم لازم نقول ألف مبروك للمنتخب السعودي لكرة اليد، التأهل للمونديال العالمي، ونقول شكرا لمن يعمل في هذا الاتحاد وفي مقدمتهم أكيد تركي الخليوي رئيس اتحاد اليد. العمل الصحيح دائم تكون نتائجه إيجابية، أما العمل العشوائي والارتجالي تكون نتائجه سلبية، وخير دليل النتائج اللي نشوفها اليوم في اتحاد القدم السعودي. في اتحاد اليد احنا ما نشوف رئيس يطلع في القنوات يبرر الإخفاق، ولا نائب رئيس يعرض أو يعرض ملفه الانتخابي في القنوات قبل أهم منعطف ومواجهة للمنتخب السعودي.